نحن الآن في جولة ميدانية في أحد مخيمات اللاجئين على الحدود السورية التركية. معنا الأخ سعد الإداري في هذا المخيم اللي طلعنا في جولة ميدانية معه على الوضع الإنساني في هذا المخيم. أخي سعد، بداية نريد أن تحدثنا قليلا عن نشأة المخيم، سبب نشأته، عن يعني الخطوات الأولى في بناء المخيم لو سمحت. جينا نحن شعب لاجئ، جينا من قري من ضيعنا المقصوفي المهدومي، جينا نلجأ على حدود التركية ونحاول نعيش هون قد ما بنحسن بأمان. فوجدنا أنه ما في أي أمان، حتى من الإدارات، حتى من المنظمات، لأن الشعب هون جائع كتير، وعم نحاول نساعدهم قد ما بنحسن وما عم يطلع بإيدنا شيء، وما حدا عم يحس فينا نهائيا. الشعب صار له أربع شهور مخيم، صار له أربع شهور مبني، ولحد الآن ما وصلوا أي شيء نهائيا، لا تغذية، لا منظفات، لا أكل، لا طعام، لا ألبسة، لا صوابع، لا حمامات. الشعب عم يطلع بين الزيتون لحتى يقضوا حاجتهم، نساء، أطفال. عن جد الشعب جوعان كتير وبحاجة لمساعدات كتير، وما حدا عم يحس في الشعب السوري أبدا. ما هو اسم هذا المخيم وموقعه بالنسبة للمناطق التي تحيط به؟ اسم المخيم مخيم الفرقان، في القرب من قرية قاح ومنطقة أو عقربات وعلى حدود التركية، منطقة الميدان تسمى. نعم. بالأشهر الماضية كان شهر الصيف، ربما كانت المعيشة مقبولة، أم ما هو الوضع كان بالنسبة للأشهر الماضية في فصل الصيف قبل أن ننتقل إلى فصل الشتاء؟ تقريبا نفس المأساوي ونفس الحال، يعني هاي الخيمة ما بتغطي، ما بيرد الشوب، ما بيرد البرد. نفس العملية بالبرد وبالشوب، هاي الخيمة يعني الوضع مأساوي بالشوب وبالبرد ونفس العملية. سمعنا منذ أيام عن خروج مظاهرات في عدة مخيمات في المنطقة على الحدود السورية التركية. ما هو السبب التي خرجت من أجل هذه المظاهرات؟ ما هي رسالتها؟ تحدثنا عن هذا الأمر. بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى حدا يحس فيهم، يحس بأطفالهم، يحس بتدفئة في مشاعرهم، بتدفئة بكل شيء. نعم أخي سعد، نلاحظ خلفنا هنا منزلا يبنى من الطين، لبناته من الطين، ممكن أن تحدثنا عن هذا البناء، ما سببه، عن أوضاعه لو سمحت؟ تفضل. السلام عليكم. يا معليش أخي الكريم، بداية نريد أن نتعرف منك وأن تحدثنا عن هذا البناء الذي تقوم به، لماذا هو من الطين وليس من الإسمنت؟ ما هو السبب الذي قمتم بهذا المشروع لو سمحت؟ أول شيء نحن ما عنا قدرة أنه نجيب، يعني ما عنا قدرة أنه معنا مصاري نجيب نعمر، فأنا الحل الوحيد هو قدامنا الطين. أول شيء مشان قوي أطفالنا، البرد القارص هون شديد يا أخي، يعني كيف يعني ما بتصور أنت كيف مثلا الولد لما بيشوف البرد كيف قافف هيكي، وهي الخيمة اللي أعطونا إياها لا برد ولا مطر، عرفت لي كيف؟ ف يعني قدر ما استطاع عملنا بيت من الطين مشان تقوى فيه بشتوية. نعم. هل طالبتم بمواد بناء مثلا لم يستجاب لمطالبكم ام انكم يا اخي نحن طلبنا موبيل، يعني نحن طلبنا بخيمه اسمها الاوس، شوف الصور انت، حد خيمه الاوس ما كنا نحصل عليها، وموجوده بكل المخيمات عندنا، هم موجوده خيمه الاوس، هي يعني احلى من هاي وافضل من هاي بالشتوية وبالصيف وكل شيء. طلبنا فيها عدة مرات، هاي عانينا كثير، عانينا اكثر من 4-5 شهور ونحن قاعدين تحت عازل، صور تحت عازل، يعني عرضه مترين بمترين، متقوي عائلة فيها 11 شخص او حتى فيها 20 شخص كمان، عازل، انت تصوري تحت عازل، يعني عرفت كيف؟ واجانا موسم الشتاء بنصه نحن كنا تحت عوازل، صرنا هاي 20 يوم نحن مستلمينا بس، عرفت كيف؟ عم نعاني كثير جدا جدا جدا، يعني بالنسبه لامور هاي الخيام ما بتوصلنا بالطول، يعني تصور انت هاي خيمه بشتى فيها. بالنسبة لهذا البناء والذي يبدو صغيرا، ما هو عدد الأفراد الذي سيسكن فيه؟ 6 أو 7 أشخاص، 6 أشخاص. هل يتسنى للجميع في هذا المخيم أن يقوم بأعمال مماثلة؟ والله ممكن يقولنا لا، ما بيقبلوا. نعم.
نعم شكرا جزيلا لكم. أخي سعد نريد أن تصحبنا لو سمحت في جولة خلال هذا المخيم لنتعرف على الأوضاع الإنسانية للناس هنا. شكرا جزيلا لكم. هاي الطريقة أستاذ اللي عم نشتغل فيها البناء. وعدونا في خيام قوس أو ما جابوا لنا أمنا غصب عنا أصرنا مبلوك طين حتى الأشو مشان البرد مشان أولادنا يعني مشان أولادنا نعم حتى يدفوا أولادنا يعني إذا بدنا نتركهم في البرد تحت الخيام عم يسقعهم البرد لا في تدفئة ولا في إنارة ولا في تواليتات ولا في شيء ولا في شيء يعني محرومين من حقوق المدنية والعسكرية. نعم من أي منطقة أنتم أخي؟ نحن من محافظة إدلب منطقة المعرة قرية كفر روما رحنا على مخيم بدنا نسجل فيه قال منين انتو قلنا له من إدلب قال يا أخي هذا المخيم بس للحموية انتو الإدلبيين ما بيطلعتكم قلنا له ليش نحن يعني جايين من فوق وانتو جايين من تحت قال يا أخي هيك ما بيطلعتكم طلع نحن وياهم وطلعنا ترى لا الرعاي مخيم الرعاي ضلينا فيه 3 شهور طلع نحن وياهم وطلعنا لهون أروحوا على مخيم نعملكم مخيم ويجيكم دعم اجينا لهوني وما جابوا لنا شيء حكي حاخذ لك حكي خذ على الورق اضرب على الورق واحكي ويشهدوا علينا. المخيم هنا اخي سعد ما هي طبقات الشمال اللي توجد فيه من اي مناطق من حلب من ادلب من حما ما هي الطبقه العامه من حلب في من ادلب اكثر من ادلب منطقه معرض نعمان النازحين هم معرض نعمان منطقه معرض نعمان نعم بالمنطقة هناك نشاهد مشروعا لتدفئة المياه ممكن أن تصحبنا إليه وتحدثنا عنه لو سمحت تفضل روح هيك يا أولاد في عالم يعني موقيت ما عاد يقولوا تعالوا في المطار في التلج ما في ناس مجهود ولا نشاهد هنا أحد المباني الطينية التي قام بها روح هيك يا أولاد اللاجئون يدرأوا البرد عن أنفسهم. السلام عليكم أخي لو سمحت تحدثنا عن هذا البناء الذي لا أحكي ليك من البرد شو عم نعمر وشو لا تدفئة لا أكل لا شيء جابونا لهن وكبونا وخيمنا ما بينام فيها الدبان ما بينام فيها بيموت مثلا نحن طعنا البرد قمنا بهالعملية هاي بلكي من دفئ أولادنا نعم أو نشكي بشر إلى الله اللي شردنا لهون الله يعطيك العافية الله يبارك فيك نعم تفضل أخي سعد هي جوار هذه الغرف التي تراها مسبقة الصنع ما هي دورها ما هي مهمتها هي تواليتات بس لحد هلا ما يجهز صار له شيء 3 شهور على الوضع هذا ما بنقدر نستعمله ابدا بس مناظر يحطوا لنا اياها يعني بس منظر نتفرج عليها بس من برا يعني ما هو تقريبا عدد الناس الذين يقيمون في هذا المخيم اخي سعد؟ شيء 1750 شخص 1800 شخص يعني تقريبا نسبة الأطفال بينهم تقريبا 250 شخص 250 طفل تقريبا يعيشون في هذا المخيم نعم هاي الجوار اللي قاموا فيها يعني انه مشان تواليتات مثل ما قلت لك لحد هلا مناظر بس وعم نخاف انه اولاد تقع فيها لحد هلا ما يزبطوا لنا اياها يعني عم نحاول انه نرقد وراهم يزبطوا لنا اياها ما يزبطوا لنا اولاد تقع فيها عم نرد من طالع هون يعني خطر على الاولاد وما عم يزبطوا لنا اياها مشان العالم تستعملها نعم تفضل ما هو حجم الإغاثة مثلا من مادة الخبز الذي يصل يوميا إلى المخيم؟ يوميا شيء رغيف ل أو نص رغيف للشخص نص رغيف للشخص تقريبا هل الكميات تصل بشكل منتظم؟ إيه بشكل منتظم نعم يوميا صباحا تجي خبز نعم مواد أخرى تصل إلى المخيم؟ لا ما في أي مواد أخرى غير خبز. مصدر هذا الخبز الذي يصل إلى المخيم؟ في قرن من الداعم كمان أنه من الدعم. نعم. تحب تشوف أي عائلة؟ نرجو أن تختار لنا أنت أحد النازحين الموجودين لنتحدث معه لنعلم منه وضعه المعيشي وضعه الإنساني في هذا المخيم.
تفضل حكيم. نعم. نتعرف إليك أخي الكريم بداية. أبو محمد. خلاص أخي. بالنسبة لمعيشتكم في هذا المخيم منذ 4 أشهر نشأت المخيم إلى الآن، ماذا تتكلمنا عن هذه المعيشة، هذه الأوضاع بهذا المخيم؟ والله معيشة تعيسة كثير جدا يعني في عالم هون يعني 99% عالم هون ميتي، عرفت علي كيف؟ يعني مين بيجي بس يكون هون غير الميت؟ ما عم يوصلنا شيء، يعني صرنا هون نحن 4 صرنا 5 شهور نحن هون، يعني حد الآن سلة وحدة، عرفت علي كيف؟ وشي اجتنا السلة وحدة يعني ما فيها شيء أبدا، عرفت علي كيف؟ يعني وعود 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 وعود، يعني بس نحن ما نودي رسالة للعالم كله، لكل من له يعني مثلا كل من عنده طاقة، كل من عنده قوة، كل من عنده خيو عنده له إدراء يساعد هالشعب يساعده. عبر منظمات، عبر كل شيء، عرفت علي كيف؟ يعني الشعب مات. ما حدا لا عم يجيب شيء وعود بكره وبكره وبكره كله كاذبة. عرفت علي كيف؟ هذا هو التدفئة. بالنسبة لقدوم الآن فصل الشتاء، هطول الأمطار على هذه الخيام، التدفئة التي تحدث، ماذا تفكرون؟ ما هي الحلول التي تفكرون بها لفصل الشتاء القادم؟ والله يا أخي كثير مات جدا، مات تطول يعني، ايش أنا بفكر يعني؟ يعني بفكر نحن إنه نبقى هون، وين نروح يعني؟ أنا بقى هون نشوف فرج الله شوف. الوسائل التدفئة التي تفكرون بها مثلا الممكنة عندكم، هل تم ما في ولا وسيلة تدفئة؟ يعني الغاز غالي، المازوت ما في، كاز ما في، إذا بدنا نفكر كيف نفكر ما يطلع شيء من الفكر، ايش استفدنا منه؟ يعني حتى لو شايف هاي الخيمة إذا بدك تولع فيها سيجارة، شوف صور سيجارة بتلاقيها بتفجر، يعني شو كيف بدك تدفئ أنت؟ ما فيك تدفئ بطل، بس فنجات لبطانية. إيه شو كيف؟ أنا الخيام هوني، الخيام هوني عم يجينا مي، عم تجينا المي، السنجات عم يتعب الغراض المي، مثل الغاز غالي وكذا غالي وما في شيء، الخبز غالي وكذا غالي، كل شيء غالي. نعم. بالنسبة للعناية الطبية في المخيم، توجد نقطة طبية مثلا مستوصف، كيف تتم إيصال العناية والأدوية إلى اللاجئين في هذا المخيم؟ والله لحد الآن ما شفنا شيء، عنده نقطة وما شفنا شيء، لا دكتور ولا دكتور، لو مرض لو مرض، ما شفنا شيء، اسم موجود نقطة بس ما في شيء، نقطة بس ما موجود، نقطة ما موجود فيها شيء أبدا أبدا. نعم. ممكن أن نكمل جولتنا أخي سعد لو سمحت، تفضل. نحن هون يعني في أكثر في بنات أو أولاد ما بتوصل رجليها وفي أولاد كانت فيه أبو نزير وأبعدت فيه. نعم. السلام عليكم. سويت فيه الله يوفقك. سوي عليك، ليك عيشتنا شايفها كيف؟ نعم. ما الذي اضطركم إلى أن تصنعوا الشاي بهذه الطريقة بهذا المخيم؟ الضيم والقهر والعذاب والعملي والفقر والغاز كل شيء الله خلقه. هل كم المدة التي لكم في هذا المخيم؟ كم لكم في هذا المخيم؟ 4 شهور ونص. نعم. ببداية فصل الشتاء ما الذي ما في لا صوبات لا أنارة لا خبز لا تغطية ولا سلات غذائية، ما مش خالص خالص، لا مشي بصر، صفر تحت الصفر. نعم. مع بداية فصل الشتاء انتشرت كثير من الأمراض خصوصا عند الأطفال، ماذا تحدثنا عن الأمراض، عن هذه المواضيع؟ الأمراض بحدثك عنها الأخ فايز. نعم. لو سمحت. نعم. تفضل فايز. أخي تفضل لو سمحت. ممكن تصور الأولاد صورة معلش. تفضل. نعم. حجي عمره 90 سنة، عم يعمر هون غرفه مشان ينام فيها مشان ما يبرد. السلام عليكم. حياك الله يبارك فيك يا رب. ايش مطلع بينا
والله ليك الاولاد يعني هيك خلاص ما نضجع على الموضوع يوقف فرمي حقاتنا صحوا لنا بالاولاد يا شباب والله ما عندي وطن ما يكون حكومه اخا انتم جايكم والكويسين ما لا تفجع كويسين مثل الكويسين حياكم الله الله يبارك فيك يا رب ما هو العدد الذي سيسكن في هذا البناء الذي تقوم به بدي حكيك تعال في بالك انك اتري هون منا نعمل اهلين نسقف من ندفع النار ولا في عنا لا مازوت ولا كهرب ولا شيء ايش بعملنا نقول ما بدنا نحن ندبر حولنا اذا انتم دبرتونا الله كمان بعيننا ليك عم هذا من بين انا هو الاولاد وعواجين لك هاي عواجي وكل الله وليك لي على ورق واحد بدي حكايتي وهذا اضرب نعم نعم هذا ليك دم مشاح دم اخوه مشاح دمك الله طول عمرك نعم كعتينا شام اللي عن اخوه هو هاي محرمي لك يا خود حكيم طلع بحولك نعم. ما هو عدد الاشخاص الذين ترعاهم انت انا نعم إذا بدي أقول لك 20 خليه مع الضردية لكن ما بدي إياه ولو روح ليك وليك تلي عليك روح لقدام لا لا هاي ما عندي ليك ليك وليك شوف شايفون والله عاجي تعال وين كل العاجي مقطوع أجره يعني ابنك وكلهم بقى أنت ضميرك وعد ولله بعد هنا الحج يسكن ليك ليك تلي ليك ليك كل الليل كل الليل ما ناماتوا ها مع رشق قلب رشق قلب لك خلينا نحكي نعم 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 هذه هي الأوضاع الإنسانية في الاستطلاع في هذا المخيم لا شفت الرايحة ولا شفت شيء كل نهار نجي لندفن قول يا ربي بكم ندفن منلبس ما عم نلبس شيء ما في لا بلوزات لا في عنا شيء نتففي لا صوبات ايش بدنا نسوي يا خيي الله يعطيكم العافيه على بس قدر الامكان تسعوا انه جيبوا لنا صوبات تجيبوا لنا شيء نتففي يعطيك العافيه تفضل حسنت مرة مريضة ما تقدر توقف على الجهة تفضل يا اخي يا خي اللي احنا حطينا هون يعني ما جينا احنا هون لا لنشحد بس عم يشحدوا على كتافنا ما جينا احنا لنشم الهواء هون وناخذ هوايات بالظهر هاي جينا من الظلم جينا ما طلعنا الا فرطنا عندنا سجار وعندنا فستق وعندنا اراضي وعندنا دور وكل ما سحوها وتركناها جينا لهون لحتى نستر طيب بركنا ستره لحنا عرض اربع اشهر بلا تواليتات حريم نسوان بنات اولاد صغيرين عم يطلعوا تحت السجر تحت الاولاد بيطلعوا هذا عندك اولادك شو هذا بيصير هيك عمل حطوا لنا طاقه شمسيه هيك بنزرع عليها طاقه الشمسيه هاي اللي بشوفها يعني هاي يا الله بتركيا باسطنبول محطوطي هاي بس ضحك حطوا لنا اياها وخليها تطلع عميد جزيري انا بدي اطلع منظر حطوا لنا اياها منظر هون لايش؟ ليك تحت منها لا في تواليت حطوا لنا الحفر بيطخع الاولاد كل نهار بنشيل هذا واقع وهذا مطروح بدها وري سياره بدها نديرها بيكونها بدها تتهدف الجور هون جوره وهون جوره وهون جوره السجاير ثلاث ايام ما بيطلع بس نزلت نقطة مطر هالقدم عم بيطلع السجاير علينا بنضل بلا المي ما بيطلع طلع حطينا براس الجبل طيب اسفنجي لهلا ما جتنا اربع اشهر اسفنجي ما جتنا اعطونا يشهد الله حتى ما نكذب اعطونا بطانيتين موحمين مبطنيتين حطوا لنا اياهن لا في مازوت ولا في كاز ولا في ضوء حتى اعطونا خيام مثل الشمع اذا بدنا نشعل هالقد شلهو بنفوتها للاولاد يدفوا عم يرزموا الاولاد هالعالم كلياتها هذول هالحويلنا كل عنده اولاد صغيرين عم يشخوا كل يوم على اغراضهم ما في مطرح يبسلهم ما في مطرح يبسلهم اغراضهم ما في مطرح حفوضها ما في حدا جا حفوضات لاولاده يا جماعه والله ما حدا جا من شهر حدا جا اكثر من كيس حليب بالشهرين لحتى يطلع كيس حليب حتى ما زل بالشهرين بيطلع صفة حليب هالقد للولد أربعة أيام ما بيكفي الولد منين بدي يجيب صحبه حتى إذا كان صارت شغلي في المنظمة هو بدي أحكيها أنا عن الشباب أنا ما عندي شباب عندي ولد الحمد لله رب العالمين عمره 18 سنة في الجبهة وفي الخندق كل نهار والحمد لله الله يخليه ويحميه وأنا باركي عمي عازي باركي هون بس أنا والله على الحريم وعلى العالم كله لا هلق
ما طلعنا شيء بالدنيا لأهل الولاد، لا كسوي لا كنزي لا بيجامة لا بنطرون لا صبار لا بوط. حرام هذا، حرام عمال بيجوا بيلفوا هيك بيصوروا، حاشاك منها حاشاك منها، بيصوروا هيك وبيطلعوا. ليش عم تطلعوا خيها بتصوروا هون؟ ليش ليش عم تعملوا؟ معقول؟ هل من المعقول حريم يا أخي؟ قلنا له تعالوا للم، تعالوا للم ونحفر نحفر. لا لا لا، نحن تعهدنا هلق يجمين من كانوا رئيس المخيم، أنا بدي حكي بعينه. تعهدنا يا أخي وعم نحفر حفر. بعد تعهد لك ليش عم تتعهدها؟ عم تتعهدها على كتافنا. وين التواليت هيك لحضرة؟ ما بدنا حمامات، لحنا ما يسخني، ما أنا جايين هون نتفرك، لحنا جايين من الحرب والضرب، لحنا أولادنا هونك في الجبهة كلياتنا. مين اللي جاي مبسوط هون لا لما تسخني طاقة الشمسي؟ وانا عاتبين عليهم هاي فيها، عاتبين عليهم كم خيمة عم يعطوها؟ أربعة رفض خبز، أربعة رفض خبز بدون ست تنفس، سبعة تنفس، من تنفس. يتقتلوا الأولاد عليها الصبحية وتال النهار. منصير بقى بيركضوا 100 ورقة، ما في 100 ورقة. بدي شغلة واحد بيكون جابوا الشغيلي معاهم، كل هالشباب لك واقفة بيجيبوا الشغيلي معاهم. هذول للمخيم قاعدين هون، هذول اللي حقهم يشتغلوا ما حب يشغلوهم، هذول اللي حقهم يتوظفوا ما بيوظفوهم، هذول حقا يأمنوهم بكل شغله. هلا قزلجة سيارة معوني لهونيك، لازم يقولوا لهم تعالوا انتوا الباركين هون، ياخذوهم لهونيك ينزلوهم فيها. ما في هذا الشيء منه، بطل. اشو شفنا؟ اش عم نشوف؟ والله العظيم والله العظيم، من اربعة اشهر لهلا اجتنا منهم كرتونة غذائية، كرتونة غذائية زبح الطبيس بعدها، كل يوم لحسي 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 كانت خلصت. فيها 10 كليات يا شباب، شقد فيها؟ مزبوط. فيها 4 كليات برغل وكليان رز كليان سكر، هيدي اللي فيها. بعتوا لنا كيلو دواء خسير، خرجوا تماتيك، معنا تماتيك لحنا هون يا شباب، والله بحطوا ساعة ما بيعلى على التوب. حرام هذا، حرام يا أخي. الله يرضى عليك تحسنوا يا أقول كل واحد يفل يا أخي. يا أما صاحب هذا، لحنا الفرقان، لحنا مخيم الفرقان اسمه، حتى يطلع وين ما نطلع مخيم الفرقان لحنا. ومين ما بدي يجي يعاتبنا، وما بحكي غير اللي الله أنزله واللي حقه الله. الطافي الطافي وشحن كهرباء، أنا كهرباء هاي؟ لا بدنا ضوء، بدنا شاحن. أنا قال في المخيمات ما بنعرف، لحنا ما ولا أشخاص ولا جينا لنكسب هوني. والله ما تعرفنا، والقذايف فاق منا وهدد دورنا، والله العظيم هدد دورنا. لجينا ما جينا لحنا هون نشهد، حطونا في تالي خيمة تم ثلاث أربع أشهر، وكنا بدنا نعطيكم خيمة قوس خيمة شتا، جابوا لنا خيمة هيك مصرين. صور لي إياهن المخيم، صور لي إياهن. هذول اعطى طريق، الله يرضى عليك. انها طريق هاي بتنسكي فيها عيال وبشر، هاي هذا من حق البشر يسكنونا هوني. ما عم تبعت لنا السعودي، ما عم تبعت لنا الامارات، ما عم تبعت لنا تركيا، ما عم تبعت لنا كل اللي حوالينا والقطاع والخليج عم يبعت لنا. مين اللي عم ياكلوا؟ مين اللي عم ياكلوا؟ ليش عمال بياكلوا؟ ما بصير هذا الظلم، بطل. بدنا من يحكي فينا، بدنا من يحكي فينا. نحن هربنا من الظلم، الله يفركنا من الظلم، ونحن رضيانين حدا يحط ايده بايدنا ويكون بعون الله ونخلص منهم هلق. ما بدنا لعفلن، لعفلن اللي جايبته معايا كوكشته من تالا دور العفلنيه، وروحي برندها تفيسه جنة نحن. بس هذا يا اخي ما بينسي الحال، الله يرضى عليك. اللي بيطلع بيده لا يقصر، اللي بيطلع بيده لا يقصر، واللي ما بيطلع بيده تدفئه بها شدها تدفئه. انت عنا يعني ما لنا مطولين، ما بدنا صوبات عم نسمع فيها، عم نسمع بالصوابات وعم نسمع بالبوابير وما اجانا الشيء بطول. سمعنا سمعنا وبالشواحل وما اجانا الشواحل، سمعنا بقطريات، سمعنا بالسمنت، سمعنا في بغرمي جوز بغير مخيم حدا شاف شيء. بس والله العظيم لهلق ما اخذنا فندي، اربعة اشهر لنا على الطراب، ضلينا شهرين لنا ولينا هالخيم هالقصر، بعد شهرين لسلمونا القصر. هلق لنا شهرين فيه، كل نهار منعزل بالتراب حوالينا لحتى اللايم حواليه، الا حتى ما تنش الارض من تحتنا مي تطلع تبذل مي. هي كمان هذا ما بيصير هالعمل هذا يا والله. على وين صار يا اخي؟ يقول اطلعوا هذا برهان، فنطفشوا لنقطع من فوق التيل، من فوق الكل، ونقطع تركيا غيره. بس والله الوطن غالي، بس الوطن غالي، الوطن غالي والله غالي. والله ما جينا لهوني، صار للعالم طالعه، صار لنا سنتين والجيش عندنا، الوطن غالي ما طلعنا لهوني لحتى ما بقى نحسن نرجع في بيوتنا. وانهدت ولا ضل دور، طفشنا على غير ضيعة اجاها الضرب، رجعنا طفشنا لهون. يعني ما بليت حيلي غير هيك، يعني ما بيجوز ما بيجوز. بس بقى يعني هالشباب وهالولاد وهذا البارد زلمة عم بتشوف ولاد ورداني، يعني أفضل يطلع بيسم مقطع الشجر، ما بتشتغل جوا بالخيمة. يعني لو سمحوا لنا بالشجر نكلخها ونشغلها ما تشتغل معنا بالخيمة، من هب نحن ولادنا سوا، ما بيجوز. تحسنوا عليه الله يرضى عليكم، تقول ما بتحسنوا عليه. بس بينا سلمنا أمرنا لله كله،
الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يخلي بلادك ويخلي الجميع إن شاء الله. تصور شيء يا أخي. شكرا جزيلا لكم أخي سعد، كنا معكم في الجولة الميدانية في هذا المخيم.